السلام عليكم، شو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. اليوم ماشيين لسانيا باش نفطروا بحذا الوالده، حضرت لنا خبيزه تابونا ما شاء الله. سوسو صباح الخير. حاسيلو البنات خليكم معنا اليوم في الفيديو، ان شاء الله يعجبكم هكا وين يرضاكم. عايش قاسي ربي تاو لسانيا، نعملوا قايده مزيانه وان شاء الله الفيديو نتاع اليوم يرضاكم. عايش نبداو بسم الله. توا قريب نوصلو لسانيا، حاسينو هاو قريب قريب قريب. شوفو محليها بلادنا ومحلى الطبيعة متاعنا، ولادنا مزيانها البنات ما شاء الله على تونس الخضراء. محلى بلادنا، ربي يحفظنا ان شاء الله وبعد علينا الغمة على الأم يا رب العالمين. أيا هكا امي كلابها ديما يستقبلوا فينا، مرحبا مرحبا. جرب كاليها، جرب كاليها باش نقول برشا. يا سيدي هذا الكلب الاول. يا مرحبا. تقتلوش يا هاي بشوي. حاسيلو امي اليوم كان صدقني ربي عملت لنا خبز طابونة. هي عندي مديدة على الثانية ما جيتش. هاي سيدي هاي. مرحبا بكم معانا. هاي نعملو قاعدة حلوة. سنة سنة هوكي هوكي قاعدة على الكريسي فاش تعمل هاوكي تشوفوا فيها البنات. سنة نقربها لكم. هاي قاعدة طويلة. هاي 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 مرحبا بالزين وبالعين. يا شوفوا فاش تعمل هذي دار كرهبرة. وينك يا ما نظيفة مش تاول شويه يا مي يا مي يهديك يصلح حالك صابو صاير. اي شحمه الطابونه بالحق نحب ليك الخبيزاتي حاضرين. يعني خليني في شفتك زي ايامك هذايا شعير. يا لا لا سوسو تحب الخبز الشعير عملت لنا خبزه مال يا ربي خليك لينا. يا على غالب هاي بنتك جاتني مخر شو نعمل لها. اي طيب كملت الخبز وذي باش تعمل بسيس الشعيرة. خبز 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 الشعير. خبز نظفو نظفو يزمو يتنظف البنات تقليه وتقليه شوية مش برشا. تلحي تعملوا خبز في الدار ريتو البنات اللي يحب خبز صحي. خبز صحي هذي البنات صحي اللي يحبوا ارجعوا لجدودكم ارجعوا لجدودكم كل خبز القمح والشعير. ارجعوا البنات ارجعوا لجدودكم والله حتى في دارو تعمل في الكوشه شر يجي حتى في الكوشه وشي. اسمعوا البنات والله ديما امي راهي تعطيكم حوايج تعملوا في الكوشه تحبوا تعملوا خبز الشعير اعملوه في الدار. شو والله هاي سيدي تحت الزيتونه في النهار والياسمينه عندي برشا ما جيت فيها. علاش لا لازم نعملو حاجه نهزو فلف نهزو الفلفلينه مشوف تاخذوا حاجه الاخر فلفله ولا الخدام برقول له باهي تنقول حسي الواي شوف نمشي نشوف الخبيزات. هاي سيدي هاو الخبز اللهم صلي على النبي يا لبنات مصابكم معاي. هاي هاو الخبيزات يشربوا محليها تبدا محروقه هكا شكون يحبها تبدا عجنبات محروقه نموت عليها وهنا تتقرمش قرموشه. هاي سيدي الحمد لله على هالنعمه. هاي شوفوا اليوم نهارنا شو باش نعملوا فيها نكمل معاك الزويز. شوفوا مش يعملوا قعدوا غاديكا مش نمشي نكمل ننظف معاهم الشعير باش كي نهز باي نهزو بالحق. هذه القاعدة نتاع امي في السيني عندها تليفزة عندها فريج غادي انا مازلت ما تو ننظفو هيلا شوية ونفرشوه. نبداو في الطريقة البنات هذه طريقة تحضير الشعير فيها شي حاجة. بعد ما نظفناه سخنوه صفاروا دوبا ما يصفى قلت لكم امي
مش كيما لبسيسه. لبسيسه طيب طيبه راهي لاني خاطر مش طيبه خاطر اذا من بعد باش يطيب البنات. السبار منه هو الريحه ريحه تطلع عليك فوق الشعير. هو شو حال شو كما اللوز كما تقلي هذايا اللوز عباره عن عرجوه تعريجه هذه تعريجه. ايوا اللي تحب تعمل ريجيم ولا الحكايات تمشي تعمل شويه. لا 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 شيش تنسى؟ مش برشا طرق يعني بطرق نتاعو مختلفة على الخبز ياخي. إيه للذي ما تعمل لنا في كامل طيب الخبز الشعير. نحب وين حاجات هذيا خبز الشوفيه يعني كنا نتعمل. إيه حتى المتابعين اللي معانا يحبوا الحاجات الصحية. إيه ما نصحها من حقنا طولة. خوتي محلى زينها، خوتي محلى عينها. ربي يخليك لينا. شفتوها بناتك مش مقلي برشا دوبل ما تعرجوا هزوا للرحاي وكهو شو كل هاك العود الجويده هذيك اللي في وسطه من تيلي هذه حاجه لازمه راهي البنات هذه عندك العود هذه ها هذه لو تتنحى تستنى فما تعلي مثلا تبدا هكا او اوسك في تنحى ها تولين يخرج هاك هذه مثلا كيما هكا تلقاها كعبه كيما هكا ها باهي هذيك تنكسر وتروح تنحى هكا هكا سهل لازم تعملوها هذيا شي اي لوحه عندك شي لقيت لوحه البنك اللي ما لقيناش الزلاط الزلاط ما لقيناش هاي البنات نكملوا هذيا نعملوا دور وتوا المعلمة تغربت في الشعير بعد ما كسرنا له في الشعر نتاعو هذيك ايه بعد ما تكسروا تغربتوا هكا هز للرحاية على روحك باهي البنات شفتها شفتها غربت نسميو عاد الطريقه من عند ام كسوس تعمل لنا الخبز الشعير ان شاء الله ان شاء الله تنحينا رب شو ريت قداش هاك الشعير تو ريت ان شاء الله كي هاك يطلق من بعد الغرب سبع صحايح هي نبقى شوية باش ما يعرفش مثل كل يعني شوية يعمل كل ماء مش في الخير خليه شوية بعد ما تعملوه خليه عريانك هكا باش يبرد باش نلقى طريف هكا يا ياسمينة ريحتها فيوحة ونهبطو نلوطها هكا غادي باش نلقى طريف فلفل نهزها للدار أنا ديما نلقط ونهز كالعادة وهذه ياسمينة ليكم انتوما الأحلى متابعين معايا في القناة هذه ليكم انتوما ربي إن شاء الله ديما أيامكم ورد هكا وفلو ياسمين هنا باش نمشيو نحيو طري فلفل فلفليه ولختي وكل خاطر فلفلهم لهنا فيه وحسيه يمكن طيب بيه حاجه اخرى فلفل حاجه اخرى الارض مبلوله شويه بالمطر نتاع البارح ما شاء الله خير خير لا خير اللهم صلي على النبي شوف كنا بقات الفلفل نرفع ليه مزيان هاي بر انطلقي ها نغرقش لا لبس محروسة على الأرض لقيناها طلعليش حنايش راني خوافة راني را الكاوتش وكان حنايش ها يا سيدي عمك الفلفل ها هو المعلم واحمر زاد ها يا سيدي لهنا مكان سيم يبداو خبي لنا نخاف هكا هكا فما فلفل احمر وينو انا الحين نقولها قالت لكم تحيش احمر الحين احمر ولا ما عرفش طيب شنو نقعد ناديني تو شوف اخضر باهي البنات هذايا عمك الفلفل نوريكم قرين
ونهرب خاطرني خوافة. شوف محليه الفلفل ما شاء الله ريحته تعرف الريحه نتاع الفلفل طالعه ما شاء الله. هذا كل فلفل البنات لقت اعطي فيها في الاوامر خاطرني خوافه البنات خاصه كي تبدا هكا شجر هكا عالي. شنو هي شوفهم يدرش فما حاجه عرب يدرش نيد هذه ايه. زريعه جديده هاي خل نشوفها يا شلقيت يا ترى خل نشوف يما شنو هي هذه اخواتي نبته جديده بندليقه بندليقه هي بندليقه كل واحد لابسها حنا البندليقة هك زرعتها هي البندليقة طالع تطلع من ضرب الله ترى خلينا نشوفها يا لما تنحيها ها نجدر هذيك البندليقة يا البنات والله في كارفور وكل تبدا في صندوق وغالي وهي تطلع طلعت من عند ربي من عند ربي تطلع وحدها هاي تم طيبوا بها هذه مساكنين يقولوا تلابشة تلابشة حمامية ايه وفما اللي ناديلها فما اللي ناديلها البنات هذه بندليق باهي هذه جيب العدس جيب العدس شكون طلب مني من المتابعين وقت قال لي اعمل لنا البندق هاي جاتني لدايا من غير ما نقعد نشري فيها سبحان الله سبحانك يا ربي ها فما خيرات ماله البندق تطلع طلعت من عند ربي اخي ما فيهاش زريعه شفتوا البنات هاي تطلع وحدها شفتوها شفتها هاي ذي كبيره ان شاء الله ذيك خليه يزيد يكبر يا خليه يزيد يكبر تم شوفوها كيفاش باش تطلع المرقة نتاعها الخبازة مرشي في المرشي يبيعوا فيها لا تو نعملوا بها مرقة عدس انت ما تعرفهاش هذه ثم شلكه منحرفه يا لهنا انا مسكيه تاع شكون شلكه هذه نتاعك مطيش نتاع الزين يا لطيف شوف شوف على عند ربي راهي البنات اكيد عندها زريعه شدك انا لمينك دايس خيرت هاي ان شاء الله جينا مريقه مزيانه سلو لهنا قاعدين نظفوا فيها شوفوا محليها الورقه تاعها ان شاء الله نعمل لكم بها فطيره مزيانه انا اسمها البندليقه والا تليبشة 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 الحمامية يقولوا تليبشة ايوا حتى لو يظهر لي المساكنية زادا يقولوا لها تليبشة يظهر لي هيا عندنا برشا معايا مساكنية اكتبوا لها اكتبوا اسمها شنية اسمها شنية كل البلاد شو تقول لها هاي نحبوا نعرف اي اما مغرومين بها الحمامية المساكنية هذاك المحترم يطيبوها هذاك الهم مغرومين بها حسنوا نظفوها هكا ونحيوها هكا وبعد نغسلوها كل واحد تهز بايع ما عند ربي لا لا ما عند ربي عود الفلاح يدور في سانيته ايه يشبع يشبع والله كما قلت والله محليها عيشة الفلاح والله يدور في سانيته هكا من طلع من الحشيش يطيب فطوره والله قلت الحق اي فكره عرسوا فلاح البنات تعيشوا مرتاحين تحمي الطابونه تاخذ فلاح تحمي الطابونه تلقى خضرتها شنو اخر تعمل جيجيت وتلقى عظيمه عربي تعمل عجه محليها عيش الفلاح هاي انطلقوا اي فلاح عرسوا به مرحبا به كاو لقتنا الفلفل زاده عملتها زيتها عبيتها اي وكهو يزي فيها البركة ومشيو نروحو هذي الحريش عرفتو نكهتها كيما الفقوس نتاعنا ولا هذيك هي حرشية محليها هذيك نموت عليها يا من تبدا حلو وعسل نمشي نقص كلها حية ما نموتش نمشي نغسلها وناكلها دن 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 الحرشية لا لا هاي جاتهم قطع انا عارفة هاي صراحة انا عارفة شدة هيك وحدها اي وحدها تتاكل وحدها هيك مقشورها كلها اي اما هيك مبرجة ولات يعني تتقرمش ولات بطيخة نصورها وهي
قاعدة تستمتع وهي تاكل فيها. هو البنة يا بنة صح صح وفرحة وبنها. احنا ناكلوا هكا بالترابنا بكل تبنى عاد هيك خليت العود غليظ فرشة هذاك. هاي صوص واحدة أخرى. صح له خيتي استمتعي باللحظة. قولوا خيتي حرشية بوك. أخيرية كل حرشية راجلك. حرشية عبدولة. الله هذي برشا هذي عاد ولا مشهور برشا في اليوتيوب موجود هذي عاد تحبوا تشوفوه. حكيتك مع ولدك عادل انت بالذات. هذا هو يعمل فيهم شنو نعمل لهم؟ ايه يا رب رب ايش حرام يعني؟ انا خدام نخدم ولا انا خدامه راهو البنات هذيك تحايل بربي الكيف في الكنبه بطل حانوت شري زريعة طال خدام الزرع اخويا شري زريعة لذلك يتسمى كل شيء نتاعو. ايوا شنو؟ باهي هكا حيالة اعترفوا بالحق حيالة اعترفوا اعترفوا بالحق. هذا مش كيكة تبت في اعترفوا سامحوني البنات بالحق العاشر نجم من شد روحي بس ركزك اعترفوا ركزوا في الاع تحب كل شيء فرد بالك تجبدوا عادل تقولوا هكا ولا هكا يسبك ديما تقولوا ايه انا نقولكم نهار عادلة ضايا مش صراحة ما يترش كامل كل فترة مترب بالطرب بالطرب تراو منه من جزء لجزء وخاطر ولده هذاك من كثر ما توكل فيه وتشرى فيه فات اسبوعي فات كل شيء وتعاش عاش فيه تبدا تحط في الكسكسي وتحط في اللية هكا ما تجيش فيه ضحكتو يا البنات لذلك باش نحط ستوب توا نتلهاو بها باش نتلهاو بها يزيكم هكايا ايش هكا برشا طلعوا كيف كيما يكتبوا لي في التعليقات حتى اللي نحبوا انت الكبير يا سيدي ربي يحفظ كل ميمة كيكا على راس وليدي تيج على راسنا انت يا غالي حفظنا امي بتدلى علينا كيف والله ربي يخليك لينا ميتي الغالية وكها كيف عايشك كيف كيف استنى نعلق السيعة استنى استنى اعترف باهي محترفين محترفين يهديك يصلح حالك نعم شكون نحاول ازرق الحوسه اللي عاملتها الخدام هيك هيك الخدام نحل في والله العظيم لانها ما يلقطش خويا ما ينجم استنى استنى خويا ما ينجمش يلقط عنده كرش هكا كرش وهكا كبيره ما ينجمش يلقط الفلفل وين نعترف هو اعترفنا سيدي هاي لله يزيها من الشكره نتاع ولدها وفيها البركه وخايتي بين بكري تشكر وتتشكر هاي نرجع لكم بنويت مروحين ماشيين للدار يا خاتي محلا كذا زعيح يا لافي سيدي ربي خليك لينا يوم تراكي علولو ولد امك تراكي لهنا نوصل معاكم لبنات نهايه الفيديو وبقاك نشكركم الناس الكل انكم ديما تشجعوا فينا بتعليقاتكم الحلوه وما تدخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب وكان انتم اول مره تزوروا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس لبنات الجرس هو اللي يوصل لكم كل جديد خليكم تواكين في بنات ربي وان شاء الله نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليام باي باي.